قلتم أن الله لم يبعث من العرب إلا محمد عليه الصلاة والسلام، أليس كل من هود وصالح وشعيب من العرب؟ أنا قلت لم يبعث الله من العرب بعد إسماعيل، أما العرب الذين بعث فيهم هود وشعيب وصالح هذه الأمة البائدة، هذه يسمونها العرب البائدة، انتهت، هذه هلكت وانتهت، هذه العرب البائدة. أما العرب الباقية وهم القبيلة القحطانية والعدنانية فهؤلاء لم يبعث الله منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.